انا تحديدا ضد قصف اي قلم ومع حريه الراي، واحنا دلوقتي بنرجع بالاعلام لاكثر من عهد مبارك. بداوا النهارده يوجهوا الملتزقه التابعين لهم برفع قضايا على الاعلاميين، وطبعا زي نفس نظام حسني مبارك لما واحد رفع قضيه على ظهير عيسى وعلى وائل الراجح ثم كتبوا كلام على صحه الرئيس، نفس الاسلوب نفس الوضع. الاخوان المسلمين لا يريدون تغييرا ولا اصلاحا، ولكنهم يريدون ان يرثوا النظام بفساده ولا يريدون اصلاحه. اغلقوا قناه الفراعين، وقد نتفق او نختلف معه، ولكنهم لم يغلقوا قناه التت. هل لان الراقصات في قناه التت يرقصون بما لا يخالف شرع الله؟ كان 3.2 من 10 كارت رفضوا المجلس، الشعب رفض الكارت وقال لك ده ربا. دلوقتي ما عادش ربا، قال لك يجوز في الحالات الاضطراريه. استنى، مش هو كان في عهد الجنزوري كان حرام، دلوقتي في الشام قنديل حلال، وفي عهد الشام قنديل حلال. هذا القرض اساسا هو يكرس ما قلناه سابقا ويؤكد ما قلناه سابقا، ان مصلحه الجماعه تعلو فوق مصلحه مصر. حينما تقدم الدكتور الجنزوري بهذا القرض وطلب موافقه مجلس الشعب عليه، وكان قيمته 3.2 من 10 مليار دولار، كل اعضاء الحريه والعداله قالوا ان هذا ربا ورفضوا القرض. رفضوه علشان يضغطوا على حكومه الجنزوري وما يدولهاش فرصه انها تتحرك. دلوقتي زودوه ووافقوا عليه. احنا كده بنغرق مصر في الديون وبنعيد عصر الخديوي اسماعيل مره اخرى. يشتغلوا. وبعدين الدكتور مرسي لوحده قال في الاعلام، احنا عندنا 200 مليار دولار جايين، وعندنا 13 شركه اثناء الحمله الانتخابيه، وهيجوا بس بشرط ان يبقى رئيس منتخب من عندنا هنجيب ال 200 مليار. أين ما صدعوا أذاننا وصموا أذاننا بكلامهم عن إن في 200 مليار دولار جايين وهيقدروا يجيبوهم؟ ما شفناش حاجة ورجع بكارت. أين الوعود وأين هذا ما عودونا عليه أنهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا غيره؟ حضرتك تتوقع دكتور مرسي ممكن يصدر إعلان دستوري برجوع مجلس الشعب؟ ممكن، ما عنديش مشكلة خالص. دول ناس ممكن يصدر قرار، ما هو أصدره، وعلى فكرة مجلس الشعب ما اتحلش لحد دلوقتي. المحكمة الدستورية أصدرت حكما ببطلان قانون مجلس الشعب، ما أصدرتش حكم بالمحل. المشير أصدر قرار بحل المجلس سابقا لحكم المحكمة الدستورية. الدكتور مرسي أصدر قرار رقم 12 بإلغاء قرار المشير. يبقى إحنا أمام حكم المحكمة ولم يحل مجلس الشعب. المحكمة الناس طعنوا على قرار مرسي، وراح المحكمة الدستورية قالت هذا قرار خاطئ. الدكتور مرسي قال سنحترم حكم الدستورية، ولكنه لم يحترمه حتى الآن، ولم يلغي القرار رقم 11 بتاعه بعضه في مجلس الشعب.